تانية. أهلا وسهلا بكل عم بسمعنا وكل اللي عم بتابعنا. يعني أظني في شغلة دايما بنتابعها أو دايما بنشوفها، لما يكون في عندك خبر فيه شائعة، فضيحة، سر معين، بينتقل الخبر بسرعة وبشكل كبير. أخبار الفضائح عموما بتلاقي رواج غريب عند الناس، و حتى اللي بينتقدوا هذا التتبع الغريب لأخبار الفضائح والشائعات ممكن ينتابهم الفضول في بعض الأحيان للإطلاع على هذه الأخبار. يعني لما تلاقوا أنتوا خبر بإحدى الصحف الإلكترونية أو أي شيء، أول شيء بنعمل عليه كليك خبر الفضيحة. ليه؟ يعني رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة. يسعد هالصباح دكتور. يا صباح الورد، يا هلا فيك وكل المستمعين. كل عام وانت بخير دكتور بداية. انت بألف خير يا ربي وصحة وسعادة ان شاء الله. يعني دكتور، ليش الناس دائما بتتبع الفضائح والشائعات واحنا كلنا قد ما بننتقد هذا الموضوع ولكن الا ما نعمل كليك على الخبر وندخل عليه ونقرأ هذا الخبر؟ بداية يعني بدي اصب على كل المستمعين واقول لكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله سنة محبة وسلام وامن يا رب. اللي بدي أتكلم إنه الفضائح تبدأ بالنميمة في يعني أصلها هو الناس الذين دائما يرتبوا ويكونوا الإشاعات عن الأشخاص اللي ناجحين أحيانا أو الأشخاص اللي لهم تميز في المجتمع. والأصل فيها هي سادية. هذول الناس اللي بنشروا هاي الإشاعات هم ناس ساديز، يعني ناس بتلذذوا في تعذيب الآخرين أو إهانة الآخرين. وهي يعني هذول أشخاص غير سويين بالتأكيد، لأنه لا يتابع هاي الأشياء أو المتابعة لا بتابع الكل، بس قصدي لا ينشروها ولا يتعامل معها ويكررها إلا الناس اللي عندهم حالة مرضية نفسية رغبة منهم أحيانا بإسقاط مشكلتهم أو ضعفهم الذاتي على الآخرين، أو لأنه هم ناس حاقدين وحاسدين وبالتالي دائما بتبحثوا عن الفرص لإصابة الناس الآخرين في مثل هذه الأشياء. لأنه بالواقع الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه والإنسان اللي عنده مثقف وواعي تماما لا يمكن أن ينظر إلى هذه الأشياء أو أن ينقلها أو أن يتابعها حتى لم ينظر عليها بسخرية، لأنه هاي حرية شخصية وحرية فردية لازم نحافظ عليها وما في ضرورة لأنه حتى مهما كان نوعها لأنه أنت تدخل فيها أو تنشرها. صح. طب دكتور نحكي أكثر عن البيئة الجاذبة للفضيحة ومتى تكون فضيحة؟ دائما تكون هذه في البيئة الغير نظيفة كثير، يعني بيئة دائما فيها الإشاعة بيئة خصبة لنقل الإشاعة، فبالتالي بتلقي الفضائح هي أكثر شيء بتصير يا في السياسيين يا في الفنانين، لأنه دائما بيحسدوا بعضهم أو بيفسدوا على بعضهم أو في لهم مصالح خاصة في النص وبعض المرات بيفبركوها حتى. صح. وبالتالي هذه البيئة هي البيئة أكثر بيئة جاذبة بتكون في للفضائح أو للإشاعات بمثل هذه بمثل هذا الحال. لذلك لابد من انه ندرك تماما بانه هناك وراء مثل هذه الاشياء شيئا اخر تماما مختلف. واعي اي انسان واعي وقارئ للخارطه صحيح يدرك او يبحث دائما عما وراء هذا الخبر او عما وراء هذه الفضيحه. أحيانا في أشخاص هم مرضى نفسهم سووا عن حالهم فضيحة من أجل الشهرة. صح. أحيانا في مجلات أو جرائد أو إعلام أو بيئة أو معين هم كمان يبحثوا عن الشهرة من وراء الفضيحة. وين بلقوها؟ بلقوها في البيئة الجاذبة أو البيئة اللي تجمع ناس كثير للأسف في مجتمعات. وبتعرف دكتور في مثلا مواقع يعني على الانترنت وهيك اشياء بتلاقيهم هم اللي بنشروا الفضايح، ليش؟ عشان الناس تدخل عليهم والناس تقرا الاخبار اللي عندهم وبكون كله هيك بال يعني بالخط العريض عشان الواحد يفوت عليه ويقرا شيء. بالضبط. هم يدركوا انه هاي بتجيب لهم مشاهدات او بتجيب لهم ناس وبالتالي بتسووا على نشرها وهي مفبركه واحيانا
غير صحيح. بس لمجرد انه الجذب ومجرد انه الفائده. فلذلك قلت دائما وراء الفضيحه قراءات اخرى يجب انك تقراها. الفعل الفاضح هل هو عمل مجتمعي ام فردي؟ في الواقع الفعل الفاضح هو عمل فردي، لكن بيصير مجتمعي لما هم يصيروا يعملوه مجتمعي. يعني بمعنى انه لما انت بتكثف او بتركز او بتلقي اضواء على افعال انت بالنسبه لك فاضحه، هي ممكن ان تصبغ المجتمع كله بانه مجتمع مثل هيك، هذا المجتمع هيك، ولذلك ممكن انها تصبح عامه من خلال الفرد. لكن هي في الواقع انه كمان بدنا ناخذ جانب نسبي، انه الفضيحه اللي عندك انت في مجتمع ثاني مش فضيحه، صح، ومجتمع ثاني ممكن تكون طبيعيه. ولذلك انت بدك تعرف انه هذا الجانب نسبي بنتقل من فرد او لمجتمع. طيب شو الانعكاسات النفسيه لشخص ناقل الفضيحه او ناشرها؟ دائما الانعكاسات النفسيه، اولا اذا اصيب احد بنشر مثل هذا العمل انت بتسبب له حاله من الاحباط النفسي وحاله من الضرر النفسي الكبير عليه، بحيث انه هو ممكن يتضرر في على مستوى المجتمع وعلى مستوى البيئه وعلى مستوى الاسره ويصيب ناس اخرين معه، وبالتالي لها انعكاسات نفسيه كبيره على الشخص المصاب المستهدف، ولها ايضا انعكاسات على المجتمع، لانها راح تخلق حاله من عدم من الاضطراب، عدم التكافل، بتنفي المحبه، بتبعد المحبه، تخلق حاله من النزاعات، وبالتالي لها تاثير مجتمعي ولها تاثير على الفرد نفسه، انعكاساتها سلبيه كثير على الفرد نفسه، لانه انا بعتبر هذا الفرد ضحيه لنشر الاشاعه، نشر الفضيحه، وبالتالي هذا الفرد ممكن انه يكون يعني يصاب في اعماقه، يصاب في مبادئه، في قيمه، خاصه انه في كثير من فضائح الكذب. صح. طب يعني اكيد في جانب اخلاقي وعقائدي ويرتبط به اخبار الفضائح، مش هيك؟ للاسف احنا اذا بدنا نتكلم عن الجانب الاخلاقي، الجانب الاخلاقي لكل انسان عنده مبادئ اخلاقيه وقيم، قلت انه لا يمكن ان يقدم على نشر فضيحه او متابعه فضيحه او اخذ على ما اخذ الجد، او انه يعني بالعكس على طول بصير ينقدها وينتقد اللي عملها، لانه بيعتبره اعتداء على حريه الناس واعتداء على حريه شخصيه، وبالتالي هو لانه من مبادئه وقيمه واخلاقياته بيرفض هذا الشيء، ولذلك يرفضها تماما. فالجانب الاخلاقي يرفض مثل هذه الاعمال بكل مفاهيمها وبكل مبرراتها، هي مرفوضه عند اي مجتمع اخلاقي او عند شخص عنده قيم واخلاق ووعي مجتمعي وثقافه متوازنه، ويؤمن بحريه الفرد ويؤمن بالانسان وانسانيه الانسان. والجانب العقائدي كل الاديان بترفضها، الدين ما في دين ما بيرفض مثل هذه الافعال، لانه كل الاديان قائمه على العداله والمساواه وقائمه على الحق وقائمه على الاخلاق. وبالتالي اي مجتمع يسود المحبه والسلام والامن لا يمكن ان يكون مجتمع ناشر الفضائح والنميمه ونقل واساءه للاخرين بهذا الشكل المزعج. نعم، وبتعرف دكتور انا يمكن صرت انتبه بالفتره الاخيره اذا مثلا في خبر يتعرض لسمعه انسان او شخصه، صرت الاقي انه في مجموعه لا باس بها من الناس ترفض اعاده نشر هذا الخبر، ترفض حتى قراءه الخبر، حتى التعليقات بتكون انه اتركوا الناس بحالها، اعملوا هيك. فعلى ما اعتقد انه مع هالسنوات هاي بمواقع التواصل الاجتماعي اصبح هناك وعي اكبر عند الناس بانتقاء المعلومه الصحيحه من المكان الصحيح، واحنا دائما بالنهايه نعول انه احنا مجتمع شرقي محافظ، فبالنهاية بتلاقي الرجل بخاف على سمعة المرأة وبرضه، ولكن مثل ما حكيت أخبار المشاهير وأخبار السياسيين هي تبقى دائما يعني بصلب الموضوع والحدث. نعم، هو أصبح الوعي المجتمعي مهم في هذا الجانب، لأنه لا جدوى ولا فائدة من هذه، يعني معروف الهدف، الهدف الإساءة لشخص، صح، الهدف تجريح شخص، الهدف، وبالتالي لا يقبل أي إنسان عنده مبادئ وأخلاقيات وقيم أن يساء لشخص. أنا ليش يعني أنا الشخص اللي يساء له هذا إنسان، وبالتالي أنا بحافظ عليه لأنه أنا حريته بتهمني وبدافع عنها، وبالتالي لا يمكن لشخص واعي أو شخص يملك التوازن الإنساني والأخلاقي أنه يقبل مثل هذه الأفعال. دكتور موسى مطارنة الاستشاري النفسي والتربوي، كل الشكر لك وتحياتنا لك. شكرا لك. شكرا.